مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة كيك بالصينية، كتير كتير طيبة ورائعة وعن جد بتشهي. شكلها مثل ما شايفين، انا عملت القصم مشكل شوكولا وكريمة، وقصم حطيت الشوكولا فوق الكريمة. طريقة كتير كتير سهلة وبسيطة وعن جد كتير روعة هالكيك، ان شاء الله بتجربوا الطريقة وبتنال اعجابكم. شايفين منا شكل روعة فخامة على الحل، كتير كتير طيب هيدا الكيك. واو روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي حطينا بالجات 5 بيضات، بحط كوب سكر، ملعقة صغيرة فانيلا، بخفقن مع بعض على سرعة عالية. خلصنا خفق، هلا بدي احط باقي الخلطة. ملعقتين صغار بيكنج باودر، ملعقة اثنين، بضيف ربع كوب حليب، نص كوب زيت نباتي. عنا هون بالجات كوب وربع طحين وكمان ربع كوب كاكاو، نخلتهم قبل ما استعملهم. هلا بخفق على سرعة خفيفة وبحط شوي شوي من خليط الطحين والكاكاو. بعد ما خلصنا الخفق بدي احط عجينة الكيك بالصينية. حمّل الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. هلأ بحطها بالفرن. بعد ما حطت الكيك بالفرن عنا هون 150 ملي حليب وظرف كريمة. أنا نخفق الكريمة ونحطها بالبراد لتجمد منيح. بخفقها على سرعة عالية. خفقنا الكريمة، هلا بحطها بالبراد. هيدا الكيك اخذ بالفرن 30 دقيقة، بعد ما طلعوا من الفرن حطيته على جنب لبرد بحرارة الغرفة، وهلا بدنا نكفي انا وياكم الطريقة. أول شي بعمل بهيدا الستيك هيك عندي هون كوب صغير عصير ليمون، نحط عصير ممكن تستعملوا انتو اي عصير متوفر عندكم. حطينا عصير على الكيك، بقى عندي العصير تقريبا نقص شوي صغير، يعني منحط شوي بس عصير. حط الكريمة على الوجه، بنوزع على الكريمة على الكيك. بس وزعت الكريمة بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحط على الوجه شوكولا. موجود عنا 100 جرام شوكولا، بحط فوقن ملعقتين طعم حليب. بسم الله، ملعقة اثنين، وبضيف ملعقة طعم زيت نباتي. دوبهم بالميكروويف. بعد ما دوبت الشوكولا هلا بحطهم بورقة الزبدة،
استعملت ورقة الزبدة بهيدا الشكل وبحطهم بهيدي الطريقة. بس عملت الشوكولا بهيدا الشكل هلأ بستيك صغيرة بعملهم بهيدي الطريقة. شي بسيط. هيدي صينية الحلو اللي عملتها أنا وياكن. أكيد بعد ما نعملها بهيدا الشكل منحطها بالبراد أقل شي ساعة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكن وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.